مرحبا أصدقائنا متابعي قناة هل تعلم علوم التكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. أصدقائي الكرام، في هذه الحلقة سوف تشاهدون الكثير من الأشياء والابتكارات الرائعة التي ستنال إعجابكم بكل تأكيد، بل وستدهشكم. لذا يربطوا الأحزمة، شدوا الوثاق واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين بعد. وهيا لنبدأ. يا إلهي، هذا أغرب ما يمكن أن تشاهدونه. هذا العامل يطهو لنا هذا الطبق بجرافته. هؤلاء حمقى. نعم، حمقى. هذه الأشياء لا تصدق. استمتعوا أيها الأبطال. هذه كأنها جدتي وهي تقشر الجزر. يا إلهي، إنهم مخربون بالفطرة. وهذه تخرب. هل تعلمين كم هو الثمن هذه النخلة؟ يا إلهي، لمسة فنية. ميسي الجرافات. هوبا، ها نحن ده نقدم الغصن بكل شراسة. أما هؤلاء يا أصدقائي فهم لا يخشون أي شيء. إنها رافعة عملاقة. وهذه آلة أخرى تقطع الحديد حتى لو كان جديد. هؤلاء الناس يفكرون في صحتنا أولا. أردت تقطيع أي شيء في هذه الآلة فكن حذرا من أن تقطع إحدى أصابعك. هذا محراث روبوتي، شاهدوا إنه يزرع بكل حرية. يا إلهي، طرق صنع السياج أصبح سهلا بفضل هذه الآلة الضاغطة. أما هذا الرجل فهو يحول شجرة من مكان إلى مكان آخر وبسلاسة دون إيذائها. الكثير من الطرقات الكبيرة يلزمها إسمنت في الأرضيات، وهذا يتطلب عمالا كثر. بفضل هذه الآلة، ضربة واحدة أو ضربتين أصبح الطريق سالكا. أما هنا فتثبيت هذه البلاطات على الأرض أصبح سهلا. هل تسألتم يوما عن كيفية صنع المعكرونة الملولبة؟ إليكم. وهذه طريقة صنع مفتاح البراغي. أما هذه فهي مهشمة السيارات. هل هؤلاء في مصنع الأحلام؟ لست أدري، لكنها حلوى الأحلام. تقطيع ياجورات الإسمنت أصبح الآن سهلا بفضل هذا المنشار الحديدي. وهذه حفارة عملاقة. هذه طريقة مثالية لإزالة القشرة من هذا الجذع. هل هذه عملية تقشير؟ لست أدري، لكنها مريحة للأعصاب. الكثير من عبوات الصودا تجمع هنا لتضغط هيدروليكيا وتصبح مثل قالب حديدي صغير. شاهدوا، سيعاد تدويرها ونشرب فيها يوما ما الصودا.
هذه مكنسة دوارة. يا إلهي، طريقة مثالية لصنع مكعبات الثلج، وهذه طريقة أخرى لصنع بالات التبن. طريقة مثالية لتصميم هذه الطيات بشكل متسارع. هذه آلة مغناطيس كبير تأخذ كل هذه المواد الصلبة إلى القمامة. شاهدوا كيف تشكل مفاتيح البراغي. أما هذه فهي عملية تسليس هذا الحائط، يصبح أملسا في رمشة عين. تقطيع أغصان الخشب الكبيرة هذه أصبح سهلا بفضل هذا المهماز. هكذا يتم صنع هذه السلاسل التي ترونها في حياتكم اليومية. التشكيل عن طريق الضغط ممتاز جدا. شاهدوا كيف يتم تشكيل الكثير من الأشياء عن طريق الضغط الهيدروليكي. طريقة سريعة لتصميم هذه الملاعق. مثالية للغاية. إذا كنتم من محبي حبات عباد الشمس فإليكم هذا الكيس الكبير. هذه تسمى أتمتة. نعم، إنها حلويات لكن بطريقة تكنولوجية حديثة. هذه الأشياء مريحة للأعصاب. قطع ولا تبالي. طريقة طي الملايات أصبح سهلا بفضل هذه الآلة. تساءلت دوما كيف يا ترى تصنع هذه الياجورات؟ وهو الحل أمام أعيننا. التشكيل عن طريق الماء الضاغط أو المضغوط أصبح متاحا كخدمة أولية. شاهدوا وكأنه ليزر. هذه طريقة مثالية لتشكيل هذا الحديد بالنار. هؤلاء العمال مهرة، يثقلون عملهم بكل تفان ولا خطأ. هل تسألتم يوما عن كيفية إنشاء أحذيتنا البلاستيكية؟ إليكم هذا الشبشب. وهذه طريقة أخرى لإنشاء الضفائر. أصدقائنا، نترككم مع بقية الفيديو، نقول لكم فرجة ممتعة يا أصدقائنا. لا تنسوا أننا سنلتقي غدا في حلقة جديدة وموعد جديد على نفس القناة، فكونوا في الموعد. اشتركوا إن لم تكونوا مشتركين بعد، وتعليق جميل في أسفل الفيديو. وإلى اللقاء. باي باي، نحبكم.